بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الفرقة الرابعة، النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الفيديو رقم 4، الورقة 27 في الضرايب. أنا هشرح لك الورقة دي من خلال أرقام عشان تبقى 100 100. يعني بص، ده ممول قدم إقراره الضريبي، وإقرار الضريبي فيه حساب أرباح وخسائر أو قيمة الدخل، عبارة عن بقول لك انا عندي مجمل ربح كله 450,000 جنيه. طب جميل، 450,000 جنيه، الراجل ده خصم منه مجموعه التكاليف دي. خصمهم يعني ايه؟ يعني حضرتك هتجمع التكاليف دي كلها وتخصمها من 450، هيطلع لك 220,000 جنيه صافي ربح. يبقى هو بيقول انا صافي الربح بتاعي يا مصلحه الضرايب 220,000، حاسبين على 220,000. نقول له طب نستأذنك نشوف اللي انت عامله ايه، يقول له اتفضلوا اللي انتوا عايزينه اعملوه. انا بقى كمأمور ضرايب هقوم جاي عامل كشف التعديلات ده. بصوا كده معايا اهو، هقول له هنا ده اسمه صافي الربح المحاسبي اللي انت عامله كام؟ قال لي 220,000 جنيه. اقول له يضاف وأقول له يخصم، شفتم؟ بساطة جديدة اهي. نمسك بند بند من اللي هو خصمه ونشوف هل من حقه يخصمه ولا مش من حقه. لو من حقه يخصمه نسيبه ما نجيش جنبه، لو مش من حقه يخصمه أضيفه تاني للربح، لو مش من حقه يخصمه أضيفه تاني للربح، لأنه هو فعلا خصم من الربح. ما هو الربح كله 450,000 بقدرة قادر بقى 220، يبقى إذا خصم هو المبالغ دي اوريدي، خلاص خصمها. فأنا أشوف لو من حقك تخصمها خلاص هسيبها لك مخصومة، يا عم أنا مش ضدك، لو مش من حقك تخصمها هضيفها تاني للربح. نشوف كده مع بعض. أجور العاملين السنوية 100,000 جنيه، دي تكاليف واجبة خصم وهو خصمها، يبقى ملناش علاقة بيها. هقول له كده واحد، أجور العاملين السنوية كام؟ 100,000، خصمها الممول، يبقى لا معالجة لأنها تكاليف واجبة خصم، من حقه يخصمها وهو خصمها، متشكرين. تمام تمام. استاذنك احط حته كمان كده بعد اذنك، اقول لك مثلا كده ايه، 20,000 جنيه مخصص ديون مشكوك فيها واحتياطيات عشان نكمل المعلومه كلها، يبقى هنا 200,000 جنيه اهو. انا بكمل تمريني بس كمعلومات. طيب خش على الثانيه، خصم 25,000 جنيه مخصص مكافأة ترك خدمة مستقطع لحساب الصناديق الخاصة. الراجل ده عامل ايه عنده؟ الراجل ده عامل عنده نظام تأمين خاص بيه، عامل صندوق كده وبيستقطع من أرباحه حصص للعاملين وحصة لصاحبه لنفسه هو، وبيحطهم في الصندوق. الصندوق ده بيشتغل لحساب نفسه وليه ذمة مالية مستقلة وليه دفاتر مستقلة، صندوق الادخار والتأمين والمعاش الخاص ده، بحيث ان لما عامل يخرج بره الشغل بقى خلاص يطلع على المعاش ياخد مكافأة ترك خدمة. طب مصلحة الضرايب وضعها ايه من الكلام ده؟ مصلحة الضرايب حطت شروط، قالت الصندوق ده من حقك تعمله وتستقطع، واللي هتستقطعه هنعتبره تكاليف واجبة خصم بس بشروط ان الصندوق ده يكون له ذمة مالية مستقلة وامواله تستثمر بعيدا عن اموال المنشاه، ان الصندوق ده يكون له دفاتر مستقله عن دفاتر المنشاه، ان نسبه المستقطع لهذا الغرض لا تزيد عن 20% من اجمالي الاجور السنويه للعاملين. نكتب الكلام ده، يبقى نقوم نقول المعلومه رقم 2، بالنسبه للمستقطع لحساب الصناديق الخاصة اللي هي ترك الخدمة،
لا يزيد عن 20% من إجمالي الأجور السنوية للعاملين. يعني هو من حقه يخصم مستقطع ده بس بما لا يزيد عن 20% من إجمالي الأجور السنوية للعاملين. طب أنا عندي إجمالي الأجور السنوية للعاملين هنا كام؟ 100,000. يبقى أقول له النسبة المعتمدة بتساوي 100,000 جنيه الأجور السنوية للعاملين في 20%، يبقى أنت يا عمي من حقك تستقطع لغاية 20,000. طب أنت مستقطع كام؟ 25. أقوم أقول له كده الزيادة بتساوي هو خاصم من أرباحه 25، والمفروض أقصى حاجة يخصمها حسب الوضع ده 20، يبقى فيه 5 إحنا مش معترفين بيها، نعمل فيها إيه يا مستر؟ تضاف. شكرا. أهو حاجة أقول له هنا كده الزيادة عن 20% من الأجور كمخصص مكافأة ترك الخدمة بكام مستر؟ بال5,000 الزيادة. شكرا. يبقى دول كده خلاص أهو. برضو خاصم ضريبة نشاط تجاري وصناعي. أقول له اسمع عشان بس يعني نحسم القصة كده، أولا الدولة شريكة ليك في النشاط اللي أنت بتمارسه، أي نشاط داخل أرض مصر عمل بمبدأ السيادة الدولة شريكة فيه وبتاخد حصتها في الأرباح ضريبة. يعني أنت فاتح نشاط تجاري وصناعي أهو بتكسب هي حصتها في الأرباح بتاعتها الضريبة اللي بتاخدها. أنت أصلك شفت شريك بيوزع على شريك على الشريك بتاعه أرباح وبيعتبرها تكاليف؟ يقول لا. أقول له خلاص يبقى ضريبة النشاط التجاري والصناعي دي لا تعد تكاليف إنما هي حق الدولة في الأرباح. إنما أنت من حقك تخصم ضرائب ورسوم أخرى، تخصم ضريبة مبيعات، تخصم ضريبة مباني، تخصم ضريبة عقارات، تخصم رسوم جمركية، الضرائب الغير مباشرة دي من حقك تخصمها، إنها مش من حقك تخصم الضريبة على النشاط. لذلك أنت هتيجي كده تقول بقى للكلام في الحل ضريبة النشاط التجاري والصناعي لا تعد تكاليف واجبة خصم. ليه؟ لأنها حق الدولة في الأرباح لذلك تضاف للربح. كام يا مستر؟ 10,000 جنيه. أهو بقول له هنا ضريبة نشاط تجاري وصناعي 10,000 جنيه، حقك تخصم ضريبة مبيعات، ضريبة عقارية، رسوم جمركية، كل ده ضريبة لازمة للشغل والنشاط تخصمها، إنما الضريبة على أرباحك ده حق الدولة في الربح، ما يعتبرش تكلفة واجبة خصم. شكرا. يبقى دي خلاص مأمن على حياته ب5,000 جنيه. الدولة عشان تشجع قصة التأمين على الحياة قالت إن أقساط التأمين على الحياة دي تكاليف واجبة خصم بس بحد أقصى 3,000 جنيه. طب هو مأمن بكام؟ ب5، يبقى في 2,000 زيادة نضيفهم للربح تاني. يبقى تقول له كده 4 أقساط التأمين على حياة الممول تكاليف واجبة خصم بحد أقصى 3,000 جنيه وما زاد يضاف للربح. طب هو مستر خصم 5، أقول له لا أنت مش معاك تخصم إلا 3، يبقى في 2,000 خصمهم زيادة هنضيفهم للربح. يبقى هقول لك كده الزيادة في التأمين على الحياة كم يا مستر؟ 2,000 جنيه. شكرا. أهو روعة روعة، منهج روعة وشغل جميل وبيشتغل كده بهدوء وتمام، محتاج بس ورقة وقلم جميلة منك وإخلاص. طيب أقساط تأمين على العاملين للهيئة العامة للتأمين والمعاشات تشمل حصة صاحب المنشأة 20 والباقي حصة العاملين في المنشأة. نقف بقى شوية. أولا الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بتاخد
من صاحب العمل تأمينات تخص العاملين بتوعه، والعاملين نفسهم بيدفعوا تأمينات عشان ياخدوها بعد كده الاثنين معاش لما يطلع على سن المعاش. انا بقى هسألكم انتوا سؤال، انا دلوقتي بخصم التكاليف منين؟ من ارباح العاملين ولا من ارباح صاحب المنشأة؟ لا يا مستر، من ارباح صاحب المنشأة. جميل. طب انا بخصم ال- 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 اي تكلفة بخصمها بتخص صاحب المنشأة ولا بتخص العاملين؟ لا يا مستر، بتخص صاحب المنشأة. جميل. نقوم احنا نقول له اولا التأمينات اللي انت بتدفعها دي حصة منك وحصة من العاملين. يقول لي اه. اقول له جميل، يبقى حصة العاملين دي انت اللي بتدفعها من جيبك ولا العاملين بيدفعوها من اجورهم يا حرام؟ يقوم يقول لي العاملين بيدفعوها من اجورهم يا حرام. اقول له طب يا بارد، انت بقى بتعتبر اللي دفعوا العاملين دول تكلفة انت تحملتها ليه؟ لا، انت مش من حقك تخصم تأمينات اجتماعية سواء بالمسدد او بالغير مسدد الا بحصتك انت. يبقى اذا انا هقول لك كده اهو، خمسة، التأمينات الاجتماعية للهيئة العامة للتأمين والمعاشات تخصم بواقع حصة الممول بين قوسين صاحب النشاط فقط سواء المسددة أو الغير مسددة وليس حصة العاملين. يبقى هو لو إجا خصم حصة العاملين إحنا نضيف حصة العاملين. هو خصم كام كله على بعضه؟ 30. حصته الرسمية كام؟ 20، من حقه يخصمها وهو خصمها. حصة العاملين بقى الباقي 10 هنضيفهم لأنه مش من حقه يخصمها. يبقى هم أقول له كده حصة العاملين في التأمينات 10,000 جنيه، اللي هم كام يا مستر؟ 30 ناقص ال 20. شكرا. طيب تبرعات، تعال بقى لبند التبرعات دي وفهمني كويس لأنه مهم جدا، وعندك في الورق مثال مخصوص للكلام ده. بص، التبرعات اهو، 1، 2، 3 تبرعات للحكومة أو الإدارة المحلية اللي هي المحافظة والحي والكلام ده، أو بنك ناصر، أو صندوق تحيا مصر، تمام كده؟ كل دي تخصم بالكامل، بس طبعا لازم يكون عامل أرباح عشان تتخصم منها، ما تتناقش فيها كتير، لازم تتخصم، تمام؟ هنقفل ده كده. تبرعات للمؤسسات الخيرية المشهرة ومقرها مصر، 1، 2 دور العلم والبحث العلمي المصرية، 2، 3 المستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي. شوف بقى دي بالذات في عندي حاجة يقول لك مستشفى حكومي، يبقى دي تبع وزارة الصحة حكومة تخصم كلها كاملة. لا، مستشفى خاضعة للإشراف الحكومي، يبقى ده تتخصم في البند رقم 2. بص بقى، هي يعني التبرع أو 10% من صافي الربح أيهما أقل، وسيبها الوقت لما تشرح بالتفصيل. بعد كده تبرع للفقراء ولائم لأهل الحي أرملة موظف، جالها تبرع، كل دي لا تخصم لأنها مش مؤيدة بالمستندات. من شرح حد الواحد في المعدية 10 جنيه قول له الدنيا إيصال، هيقوم شايلني رميني في المية، صح كده ولا لا؟ يبقى لا، دي مش عشان احنا ولا الزكاة برضه.
الزكاه والصدقه والكلام ده ملناش دعوه بيها. تمام كده؟ تمام. طب مستر الكلام ده هيتعالج ازاي؟ اقرا اقرا حبيب عمك المر. 14,000 تبرع لوزاره الاوقاف، و 4,000 تبرع لمستشفى حكومي، هل الخاضعه للاشراف الحكومي؟ لا، ده حكومي يبقى هي حكومي. تمام كده؟ غير خاضعه للاشراف الحكومي. يبقى كده عندي كام؟ التبرعات دي ها واجبه خصم، وهو خصمها يبقى لا معالجه. اهو واجبه خصم وهو خصمها يبقى لا معالجه، يبقى تبرع وزاره الاوقاف مالكش دعوه بيه، والمستشفى الحكومي مالكش دعوه بيها، كلها تكاليف واجبات خصم. شكرا، باي باي. طيب تبرع للفقراء، اقول له اسف مش من حقك، ده عم ده عمل خير، اقول له شكرا عمل خير، بس احنا هنا لازم يبقى مقيد بالمستندات. يبقى هنا هنقول تبرع لاحد الفقراء، ده يضاف يضاف نهائيا، لان في حاجه تضاف مؤقتا للوقت. تتبرع لاحد الفقراء 4,000. تمام. ها تبرع لاحدى مؤسسات البحث العلمي الكنديه، اقول له اسف لازم تبقى مصريه في ارض مصر، اشقر عليه مد لبره، اتبرع لنا هنا نعمل بحث علمي احنا. ماشي؟ يبقى التبرع ده برضو غير معترف بيه. ليه غير معترف بيه؟ لانه لجهه اجنبيه. يبقى هم اقول له هنا كده تبرع لمؤسسة بحث علمي كندية بكام يا عمي؟ ب 2000 جنيه. تمام. طب شفت دي بقى هنا؟ هنشوف المثلث الجميل اللي زيك ده. تبرع لجمعية مؤسسة بحث علمي مصرية، ده بص كده أهو هي أو 10% من صافي الربح أيهما أقل، فهضيفها مؤقتا، هتشوف الوقت أنا هعمل إيه. يبقى هعمل كده تبرع لمؤسسة بحث علمي مصرية بين قوسين مؤقتا عشان هتتخصم تاني، هي أو 10% أيهما أقل، بكام يا محمد؟ ب 14,000 جنيه أهو. شكرا. تمام. بعد كده ديون معدومة نصفها مضى عليه سنتين والباقي سنة. استأذنكم اشيل حاجة من هنا كده عشان اكمل بس بقية التمرين بتاعي اهو. شو بقى يا جماعة؟ الديون المعدومة دي، الديون المعدومة لها شرطين عشان يعتبر ديون معدومة، يكون مضى على الدين 18 شهر، قبل 18 شهر ما يعتبرش ديون معدومة وما نعترفش بيه. تمام؟ وإن الممول استوفى الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الدين، يروح بقى يشتكي في الاسم، يروح جواب على يده محضر، يروح يشتكي في المحكمه، يرفع عليه قضيه الشرع افلاس، يعمل حاجه قانونيه يسترد بها حقه، فشل يبقى هو عامل اللي عليه. تمام. تعالى هنا التبرع الديون المعدومه دي كلها 12,000 مضى عليها سنتين، نصها مضى عليه سنتين، يبقى النص ده معترف به لان مضى عليه سنتين اهم. ال 12,000 هم واحد اتنين نصهم مضى عليه سنتين، يعني 24 شهر، يعني اكتر من ال 18 شهر، يبقى دي كله واجبه خصم، يبقى لا معالجه لان هو خصمه فعلا خلاص. يبقى لسه في سته مضى عليها سنه، يبقى لا تعد واجبه خصم، تضاف. شكرا. اهو هم اقول هنا ديون معدومة مضى عليها سنة فقط وليس 18 شهر بال6,000. تمام. طيب هنا بقى غرامة مخالفة التسعيرة، احنا بنقول له الغرامة اللي بسبب عقد، يعني انت ما نفذتش عقد وجاء عليك غرامة، دي تكاليف واجبة خصم. انما غرامة عشان مخالفة شخصية، يعني مخالفة التسعيرة دي غرامة مخالفة شخصية انت تتحملها.
غرامة الغش التجاري يعني انت ابن 60 في 70 يبقى انت تتحملها. غرامة اعتداء على ممول يبقى انت بلطجي انت تتحملها. غرامة سير عكس الاتجاه او مخالفة مرور انت تتحملها. انما لما يكون في غرامة زي دي مثلا غرامة تأخير لتنفيذ عقد مع احد العملاء، يعني هو تأخر في تنفيذ عقد مع احد العملاء فاخد غرامة، خلاص دي تكاليف واجبة خصم وانت خصمها انا مش هقدر اكلمك فيها. انما لما تخلف التسعيرة يبقى الغرامة دي شخصية تتحملها. عشان كده هنقول اهو غرامة مخالفة التسعيرة دي عيب عليك يا راجل، عيب تأذي المجتمع اللي انت عايش فيه، عيب. غرامة دي غرامة تنفيذ عقد دي تكاليف واجبة خصم لانها مسؤولية تعاقدية. شكرا. طيب 20,000 مخصص دون مشكوك فيها. خد قاعدة بقى، كافة المخصصات، طبعا ده ملوش دعوة بمخصص ترك الخدمة، دي كانت حكاية حكيناها قبل كده مالكش دعوة بيها بقى، ده تشابه أسماء بس. كافة المخصصات والإحتياطيات هي أرباح محتجزة وليست خسائر فعلية، وليست خسائر إيه؟ فعلية. لذلك لا تعد تكاليف واجبة خصم، ما تتخصمش. شكرا. تضاف. يبقى هنا مخصصات وإيه كمان؟ واحتياطيات 20,000. بقول يا عم المأمور ده مخصص دون مشكوك فيها، أقول له أنا هسألك سؤال، أنت خسرته فعلا؟ خسرت الديون المعدومة فعلا؟ يقول لي لا ده أنا شاكك إن أنا أخسره. أقول له شاكك دي لسه ما خسرتش، لما تبقى تخسره أبقى أنا أخصمه لك. إنما لغاية دلوقتي ده شك، افرض ما حصلش الشك نعمل إيه بقى؟ يبقى المخصص والاحتياطي دي مبالغ محتجزة من الربح، ما هتحوشها من الربح، مش خسارة فعلية فبنضيفها. تمام. طب احنا هنخصم حاجة مستر؟ لا مفيش حاجة هتتخصم. شكرا. اهو هنجمع بقى مع بعض، نجمع دول كده 80,000. ابن كلب حرامي اهو 80,000 وهنا مفيش حاجة هتتخصم. شكرا. يلا هنجمع كده ونطرح كده ماشي. 280 ناقص صفر يبقى 280. عارفين ده اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه صافي الربح المعدل قبل خصم التبرعات. وبعد كده اقوم اقول يخصم مره تانيه التبرعات. بص كده معايا، انا بقول لك هنا ايه؟ ها تخصم هي او 10% من صافي الربح ايهما اقل؟ فاكرين المؤقت ده؟ بص بص شوف انا هعمل ايه بقى. هقول التبرعات صافي الربح المعدل كام؟ 280 في 10 على 110، هي كده 10 على 110. اولا العشرة في المية يعني 100، وانت ضايف العشرة في المية فوق يعني ده كأن المبلغ ده 110. تمام. فخلاص احفظها انها 280 في 10 على 110 كام؟ اهو بيساوي 25,404 وكام؟ و50. شوف النسبة طلع كام؟ 25,454. لكن التبرع المدفوع 14,000. شوف انا بقول لك ايه هنا؟ يا نسبة العشرة في المية او المبلغ اللي اتخصم ايهما اقل؟ طب هو النسبة كام؟ 25,454، واللي كان دفعه فوق وضيفه مؤقتا كام؟ 14. اهو مخصم الاقل. يبقى الفرق كام؟ 266. ده اسمه ايه بقى يا مستر؟ صافي الربح الضريبي. ده اللي هيتحسب عليه ضريبة، ده اللي هيتحسب عليه ضريبة. احلى احلى حاجة اتعملت عشان الورقة دي تشتغل الاسلوب الجميل ده. ده كده عملي، شايف الدنيا عاملة ازاي. هناخد بقى ورقة 28 ترحيل الخسائر واكتب لي عليها مهمة. بصوا يا جماعة، تعال نتفق على مبدأ صغير كده جميل جدا يمشي الحالة. يعني اولا من حق الممول ترحيل الخسائر المعتمدة
وتعويضها من أرباح السنوات التالية حتى 5 سنوات. طب يا مستر السنة دي احنا خسرنا، فالخسارة هنعوضها من أرباح السنة اللي بعدها، ما كفتش، عوضها من أرباح السنة اللي بعدها، ما كفتش، عوضها من أرباح السنة اللي بعدها، ما كفتش، عوضها من أرباح السنة اللي بعدها، قعدت أعوض لغاية 5 سنين ولسه الخسائر موجودة، أنت بقى تتحملها. أنا كمصلحة ضريبة تحملت 5 سنين خسائرك، أنت بقى تتحمل الباقي، تمام؟ طب بص بقى معايا. 1، الخسائر التي يتم ترحيلها، ماشي، تتم او يتم الترحيل كل سنة على حدة، ولا نجمع خسائر سنتين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا السنة دي خسرت، فبدأت أمشي في برنامج إن أنا أعوض من أرباح 5 سنوات تالية. ال5 سنوات دول فيهم خسارة تانية، لا الخسارة دي تاخد برضو مجراها لوحدها، تتعوض ب5 سنين لوحدها، مش أجمع الخسارتين مع بعض وأبدأ أعوضهم، علشان استقلالية السنوات واستقلالية الخسائر. كل سنة تاخد حقها في التعويض كام سنة؟ 5 سنين، ما لمش الاتنين مع بعض، تمام؟ أدى 1. 2، بالنسبة للنشاط المهني اللي هو مثلا دكتور، اللي هو محامي، اللي هو مهندس، الكلام ده شرط ترحيل الخسائر لسنوات تالية هو إمساك دفاتر منتظمة، يعني يكون ماسك دفاتر منتظمة. 3، بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي لا يشترط إمساك دفاتر منتظمة. تمام. آخر حاجة بقى 4، إذا كانت هناك سنة توقف لا تحتسب من ال5 سنوات. يعني أنا في سنة من السنوات، يعني أثناء السنة توقفت إجباري لأي سبب من الأسباب وبلغت مصلحة الضريبة، السنة دي ما تتحسبش ضمن ال5 سنوات، تمام؟ هنحط الكلام الجميل ده قدامنا ونبدأ نحل مجموعة من الأمثلة غاية في الأهمية. اللي عندك المثال رقم 1، عندك المثال رقم 1 ده شغله مش مظبوط، وانت هتعرف مش مظبوط ازاي. فانا عايزك بعد ما تفهم المثال رقم 2 تحلل لي بقى انت المثال رقم 1 صح. يعني ده كله كده اهو كده مش هيبقى كده موجود، تمام؟ هتحله انت بقى صح. يلا هات المثال بقى رقم 2. بيقول لك ايه؟ بلغت الخسائر المعتمدة لأحد الممولين عن نشاطه الصناعي في سنة 2018 200,000، حطها في دايرة من فضلك. فإذا بلغت الأرباح المعتمدة عن 5 سنوات تالية، السنة اللي هي 19 بقى كسب 30، اللي بعدها 40، اللي بعدها 28 وهكذا. عايزين نعرف مراحل الأرباح الخسائر دي ازاي. هتقوم عامل الجدول ده اهو، الجدول ده هتعمل 1 زيه بقى للمثال رقم 1 وتشتغل بالاسلوب ده. هتقول لي هنا كده الخسائر كام؟ خسارة عام 2018 200,000 جنيه يا مستر، ماشي سيبهم على جنب. هتعمل بقى دي حسب ايه؟ السنوات اللي هو اعطاها لك. يبقى دي 19 20 21 22 23 اهو. يبقى دي ارباح 2019 2020 2021 2022 2023. صح كده؟ صح يا مستر محمد. اهو هنعمل كده خانة صغيرة ونكتب هنا أرباح.
نحط الأرباح بتاعت التمرين كام؟ ده أرباحه 30، ده أرباحه كام؟ 40، ده أرباحه 28، ده السنة دي أرباحها 27، هنا 20 بس. تمام؟ تمام. معايا يا جماعة؟ يبقى اشتغل الأقواس دي، ملهاش لازمة تحط الأقواس. أصل الأقواس دي كناية عن خسارة، أنا عاملها لك على أساس إنها تطرح، هتعرف في الوقت بالفيديو إنها تطرح. فملهاش لازمة الأقواس. زي ما أنا عامل كده. يلا. هناخد بقى الـ 200 ألف جنيه دي معوضها من أرباح السنة الأولى. إيه رأيك؟ أنت كسبان كام؟ 30. هتعوض جزء من الخسارة على قد المكسب، يبقى بقيت خسارتك 170، دي اسمها خسارة باقية. طيب وبعدين هتاخدها تعوضها من أرباح سنة كام؟ 2020، 170 ألف. يلا يبقى 40 هتشتلهم من خسائر ال 170، يبقى باقي كم الخسارة؟ 130، صح كده؟ هتاخدهم تعوضهم من أرباح السنة التالية طالما احنا 5 سنين. يلا كام؟ 130 أهم. طب بس أنت كسبان كام بس؟ 28، يبقى باقي 102، صح كده؟ كل ده باقي من 200 ألف. ما أنت خلاص كده، معنى ذلك أنك مش هتدفع هنا ضرائب لأنك ما عندكش أرباح، مش هتدفع ضرائب لأن ما عندكش أرباح، مش هتدفع ضرائب لأن ما عندكش أرباح. طب هناخدهم برضو نعوضهم ما دام احنا في إطار الخمس سنوات من 108 102، صح كده؟ يبقى باقي كام؟ باقي 75 من الخسارة، صح يا جماعة كده؟ هناخدها برضو نعوضها منين؟ من 20 أهو. يبقى باقي كام؟ 55، صح كده؟ دي بقى خسارة أهي، خسارة. لو أنا عملت أرباح مثلا هنا 2024 كسبان 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه ربح، مش من حق أعوض الخسارة خلاص، لأن أنا أخ كم سنة؟ 1، 2، 3، 4، 5، أنا كمصلحة ضرائب اتحملتك 5 سنين، عوضت لك 145 ألف وباقي 55 أنت بتتحملهم، يبقى أرباح السنة السادسة هتدفع لها ضريبة كاملة. سيادتك بقى الأسلوب البسيط والسهل ده هتطبقه فين؟ ها؟ في التمرين الأول. يلا خش على المثال التاني. طيب افرض يا مستر هنا حصل توقف إجباري أهو، توقف السنة دي ما تحسبش ضمن الخمس سنين، يبقى هاخد المية واتنين أعوض من هنا والباقي أعوضه من هنا. شفت بقى إزاي؟ يبقى الخمس سنين هم 1، 2، 3، 4، 5، ما تحسبش سنة التوقف. فهمت بيه؟ طب عايزين مثال بقى مستر سنة فيها خسارة تانية. حاضر. يلا هات المثال رقم كام؟ 3 أهو. اعمل برضو نفس الإيه؟ الجدول الجميل اللي زيك ده أهو. يلا خسارة سنة كام؟ 2019 أهي، خسارة 2019 تمام؟ 130 ألف جنيه وبيان. تمام. عندي بقى أرباح كم سنة؟ عندي 2020 25 ألف أرباح، اللي بعدها خسائر، اللي بعدها أرباح 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 أرباح. يلا كده معايا. هنقول إيه هنا بقى؟ 2020 2021 2022 2023 2024 ها؟ يلا نحط البيانات بتاعتنا. يلا نتائج السنين أهو، نتيجة العام كان هنا أرباح كام؟ أرباح 25 ألف. شوف بقى هنا خسائر، مش هكتب خسارة، أحط بين قوسين كده يعني خسارة، عشان كده بقول لك شيل الأقواس اللي فوق دي. تمام؟ تمام. بعد كده عندي 16.5 أرباح، بعد كده عندي 27 ألف أرباح،
بعد كده عندي 15,000 ارباح. يعني شوف انت هتعوض ايه بقى دلوقتي؟ دي مالكش دعوه بدي، ما تجمعش دي على دي وتعوض مره واحده، لا دي تاخد 5 سنين بتوعها كاملين ودي بعد كده تاخد 5 سنين بتوعها كاملين، صح كده؟ يلا حبيبي ها هنقول 130,000، هناخد ال 130 نعوضهم من هنا اهو، يبقى باقي كام؟ 105، هنطلع نعوضهم من هنا مش كده؟ نلاقي خساره نقوم ننزلهم تاني الاثنين بايظين معوضش بقى خلاص مش كده؟ يلا حبيبي اقوم مطلع دول هنا كام؟ 105، يبقى باقي كام؟ 116، 88,500 من الخسارة مش كده؟ معنى ذلك ان مفيش هنا ارباح تخضع للضريبة، مفيش ارباح تخضع للضريبة، مفيش ارباح تخضع للضريبة، يلا هنا كام؟ 88,500 اعوضهم من 27، يبقى باقي كام؟ 61,500 خسارة مش كده؟ يلا نعوضهم من هنا كام؟ 61,500، يبقى باقي كام يا مستر؟ 46,500 خسارة، خلاص بقى هو يتحملها. اقرا كده، يلاحظ انه في الترحيل الى سنة 2021 ظلت الخسائر كما هي، حيث ان النتيجة المعتمدة لسنة 2020 هي خسائر وليست ارباح، وقد جبت خسائر 2019 ارباح السنوات حتى 2024، وتبقى منها 46,500 لا يرحل لاي سنة اخرى طبقا للقانون. تمام كده؟ تمام. طب انا بقى لو حبيت مستر اعوض بقى 2021، هبدا بقى من السنه اللي بعدها ومن السنه اللي بعدها ومن السنه اللي بعدها ومن السنه اللي بعدها ومن السنه اللي بعدها، كام سنه؟ 1 2 3 4 5، تبدا من سنه خسارتها. طب انت لو جالك ممول بيمارس اكتر من نشاط، يعني ممكن يكون طبيب بيمارس نشاط مهني، وعنده مصنع ادويه بيمارس نشاط تجاري وصناعي، وعنده ثروه عقاريه مش كده؟ كل ده بتشتغلوا مع بعض. ازاي مستر محمد؟ ده كلام مهم. كلام مهم، اقرا كده معايا. بيقول لك ايه؟ يمتلك احد الممولين مكتبه للاستشارات القانونيه، ده كده اكتب لي فوقه نشاط مهني، كما يعمل بنشاط تجاري اكتب لي نشاط تجاري وصناعي، ويمتلك اراضي زراعيه اكتب لي ثروه عقاريه، يبقى كم نشاط الراجل ده؟ 3 انشطه. تمام. يستغلها في زراعه المحاصيل، المهم فلو فرضنا ان النتائج المعتمده لهذه الانشطه، هنمسك بقى لوحدها 2014، نلاقيه خسران في المكتب المهني 50,000 جنيه خسائر، والنشاط التجاري خسران 200,000 جنيه ماشي، وايراد الاطيان كسبان كام؟ 40. نقوم نعمل ايه؟ نقول كده، اولا تجميع الانشطه المحققه للخسائر. تمام يا جماعه كده؟ تمام. الانشطه المحققه للخسائر هنمسك سنه 2014 وتقوم عامل كده جدول صغير جدا كده، خسائر نشاط مهني كام يا مستر؟ شايفين ايدي فين يا جماعه؟ اهي 50,000 جنيه. طيب زائد خسائر نشاط تجاري وصناعي، شوف اولاد ايدي فين؟ اهي 200,000. يبقى مجموع الخسائر كلهم 250,000، ناقص ارباح ثروه عقاريه، شوفوا ايدي فين يا اولاد؟ 40,000. يبقى مجموع الخسائر الباقيه كلها اهو، يبقى ده ايه؟ صافي خساره النشاطين اللي هو ده وده بس. طب ما احنا عندنا مشكله، ومشكله كبيره كمان. الوقت انا جمعت النشاطين وطلعت خسرهم 210، طب ما انا عايز اعمل كل نشاط لوحده، يعني مثلا عندي خسائر النشاط المهني اعوضها من ارباح النشاط المهني في السنوات الخمس التاليه، خسائر النشاط التجاري والصناعي اعوضها من ارباح السنوات التاليه وهكذا. تمام. يبقى اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها التنسيب. اعمل حاجه اسمها ايه؟ التنسيب. بصوا كده يا اولاد، اهو الخساره الباقيه من النشاط المهني،
الخساره كلها كام؟ 210 الف يا مستر. في خسائر النشاط المهني كام اساسا؟ 50. على اجمالي الخساره كام؟ 250، مش كده؟ يبقى ده باقي خساره 42 الف جنيه. طب يلا، الخسارة الباقية من النشاط التجاري والصناعي، ها الخسارة كلها كام؟ 210 بعد ما عوضها من أرباح بتاعة الثروة العقارية. تمام، في خسارة النشاط التجاري كام؟ 200 ألف من أصل كام؟ 250 ألف، يبقى دي كده 168 ألف جنيه. يبقى أنا كده يا جماعة ال 210 هي الخسارة الصافية. عرفت إن النشاط المهني نصيبه منها كام؟ 42، والنشاط التجاري والصناعي نصيبه منها كام؟ 168. أعوض دي بقى من أرباحها لوحدها، وأعوض دي من أرباحها لوحدها. إزاي يا مستر؟ يلا نعمل الجدول الجميل بتاعنا بالنسبة لإيه؟ أولاً خسائر النشاط اللي يا حبايبي المهني. يلا نعمل الجدول الجميل ده اهو. يلا هنقول هنا خسارة 2014 اللي هي كان بقى، تقول لي 50 ولا 42؟ برافو، 42. تمام، عندي السنوات ايه بقى؟ هنقول هنا معلش بيان صغير كده، ان دي ارباح السنوات ونتائجها، نتيجة العام. يلا سنة كام مالين السنوات كده؟ طبعا مالناش دعوة ب 14، هيبقى 2015 2016 2017 2018 2019 اهو. تمام كده مستر، اوي كلام جميل اوي الكلام ده. يلا هناخد بقى مالين البيانات بتاعتهم هنا، انت بتجيب من الجدول اهو 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 10,000 30,000 كل دي أرباح، 35 45 38. تمام، شوفوا بقى كده، هناخد ال 42 أهو نفس الشغل، نعوض من العشرة اللي فوق، يبقى باقي من الخسارة 32، ناخدها نعوضها من هنا 32، نعوض من ال 30 يبقى باقي من الخسارة 2000، صح؟ ناخدها نعوضها من هنا يبقى باقي من الخسارة، بقى من الربح كام بقى؟ أهو أرباح. هل في هنا تعويض؟ لا، يبقى 45 أرباح. هل في هنا تعويض؟ لا، يبقى 38 أرباح. يا سلام، يا سلام على الكلام الجميل. حلوة؟ ها. طب ممكن بقى أنت تجيب ورقة وقلم، ها، وتفك الكسل بتاعك كده وتسطر الجدول ده بقى بالنشاط التجاري وتعملها، وأكيد تشوف الفيديو عامل إيه. يلا. أنا شخصياً هعمل كده أهو. هنقول هنا ايه؟ 2014 خسارة، مش كده؟ طيب كام؟ برافو، 168. بيان صغير كده نتيجة العام. يلا، عام كام بقى؟ 15 16 17 18 و19. يلا. حط البيانات بتاعتنا، شايفين ايدي فين يا جماعة؟ اهو اهو كام؟ 50,000 جنيه، طبعا دي ارباح. يلا، ها 80,000 75 60,000 كام؟ 70,000. يلا يا سيدي، هات بقى ال 168 عشان تعوض. احنا خسرين 168، هنعوض منهم 50 ربح، يبقى باقي 118 خسارة. خسارين هتاخدهم تعوضهم من هنا، 118 ناقص مكسب 80 يبقى باقي كام؟ 38,000. اه تاخدهم برضو تعوضهم من هنا، ان شاء الله يكفي. 38,000 يبقى باقي كام؟ 37. دي بقى ارباح، ليه؟ لانها باقيه من الربح، الربح اكبر من الخساره. يبقى هنا برضو في 60 ربح، هنا في 70 ربح. بس تمام كده. طب عايزين نعمل ايه بقى بعد كده يا مستر؟
عايزين نجمع نتائج الأنشطة كلها ونشوف اللي هيخضع منه للضريبة كام. يلا هنقول هنا تجميع نتائج الأنشطة. أنا عندي كم نشاط يا أولاد؟ 3 أنشطة. هنكتبهم مع بعض كده. الأول نقول هنا بقى بيان. طبعا 2014 كده راحت لحالها خلاص. مش دعوة ب 2014 دي. يلا هنقول هنا 2015 2016 2017 2018 2019 وسيب دي دلوقتي. يلا أول حاجة إيه؟ هنا بيان الأنشطة. أول حاجة النشاط المهني. امشي معايا بقى. مش ده النشاط المهني؟ في هنا أرباح؟ لا يا مستر شرطة. في هنا أرباح؟ لا يا مستر شرطة. في هنا أرباح؟ في 33 ألف ربح بعد ما غطينا. تمام؟ في هنا 45 أهي ربح. في هنا كام؟ 38 ربح. طيب، مين بقى يعمل النشاط التجاري؟ يلا 2015 في ربح؟ لا يا مستر دي خسارة. في ربح؟ لا يا مستر دي خسارة. هنا 37,000، هنا 60,000، هنا 70,000. تمام؟ يلا الثروة العقارية هاتها لي من فوق. ها 2015 42 فين يا مستر؟ أهم أهم. أيوه مش كده؟ 42 ها تحتها كام؟ ها تحتها 43 ها 47 45. شكرا. اجمع بقى. يبقى في 2015 الربح النهائي بتاعه كام؟ كام؟ 42. هنا 44. اجمع بقى دول 70 100 110 113 ها 40 100 140 152 ها 138 178 102 وكام؟ و8 دي 153 153. تمام؟ فاكرين يا اولاد لما اجي اقول لك ناقص الاعفاء شريحه اولى معفاه؟ مش كده؟ كانت في 2015 لسه ما اتعدلتش، كانت 6500. يبقى 42 ناقص شريحه اولى معفاه 6500، يبقى اللي هيخضع للضريبه 35500. وعاء الضريبه ده اللي هيتشرح حسب الاسعار. شفتوا بقى؟ طب يلا هنا برضو في 2016 كانت لسه ما اتعدلتش، كانت الشريحه 6500، يبقى الباقي 37500 ده اللي هيخضع للضريبه حسب الاسعار. طب سنه 2017 اتعدلت بقت 7200، يعني الشريحه الاولى المعفاه دي زادت من 6.5 ل 7200، نشتلها يبقى الباقي 105 و800 هم دول اللي هيخضعوا للضريبه حسب الاسعار. طيب بدءا من 2018 اتعدلت بقت 8000 جنيه، يبقى هنقوم نقول هنا هنشتل ال 8000 جنيه صح كده؟ يبقى الباقي 144000، ده الوعاء اللي هيخضع للضريبه. طب اتعدلت دي برضه زي ما هي 8000 اهو، يبقى كام؟ 145. بدءا بقى من 2020 بقت كام؟ برافو 15000. انما مش موضوعنا الوقت، لا احنا شغالين في دي. ايه رايكم بقى في الجمال بتاع السبوره ده بقى؟ عايز اقول بس ان ده اخر فيديو في الضريبه لغايه ما نتقابل في المراجعه. شكرا.